استبعد تحالف سائرون إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة العراقية. وقال النائب عن التحالف علي اللامي أن هناك إجراءات كثيرة يجب أكمالها قبل الانتخابات، أهمها فرض هيبة الدولة والقانون وحصر السلاح المنفلت. وأضاف أنه لا يمكن إجراء الانتخابات مبكرة دون وجود المحكمة الاتحادية، مبينا أن هذه المحكمة معطلة حاليا بسبب عدم اكتمال النصاب فيها، والذي يحتاج إلى تعديل قانونها في البرلمان، وهذا يتطلب وقتا طويلا لوجود خلافات كبيرة وعميقة على القانون.